هذا وقد أكد وفد مجلسي الشورى والنواب في ختام مشاركته ضمن فعاليات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وهذه هي البحرين بمدينة نيويورك الأمريكية، أن تاريخ مملكة البحرين يعكس عمق التعايش والتسامح بين مختلف شرائح وفئات المجتمع. تفاصيل أكثر حول مشاركة الوفد البرلماني في هذه الفعاليات ينضم إلينا من نيويورك سعادة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن علي. بعد التحية دكتور، كيف تقيمون نتائج وأصداء مشاركاتكم في العديد من الفعاليات النوعية والمعارض طبعا التي تزامنت مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؟ شكرا لكم. أولا، مشاركة وفد السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى والنواب في هذه الفعاليات التي نظمها مركز الملك حمد العالمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تكتسب في الواقع أهمية كبيرة، حيث أن السلطة التشريعية كما تعلمون تمارس دور محوري كبير في مجال التعايش والتسامح من حيث ومن خلال سن التشريعات أو تطوير التشريعات القائمة أو موائمتها بما يحقق الهدف وهذه المغاية النبيلة فيما يتعلق بالتعايش بين الأديان، ويأتي ذلك طبعا بدعم من قبل معالي رئيس المجلسين. الفعاليات التي أقيمت كانت في الواقع متعددة، وهو يشكر عليه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكانت هناك ندوات ولقاءات كثيرة مع شخصيات مهمة وندوات مهمة جدا، من ضمنها كانت آخر ندوة المتعلقة بتاريخ المسيحية في البحرين. وقد أقيم أيضا كما تعلمون معرض صاحب لكل هذه الفعاليات، كان لهذا المعرض وهذه الندوات وهذه الفعاليات صدى كبير من خلال الناس المتواجدين والذين يمرون من هذا المعرض، وأشادوا إشادة كبيرة وإطراء كبير برؤية جلالة الملك ورؤية مملكة البحرين في هذا المجال ودورها في هذا المجال الكبير، حيث أنها واحد السلام والتعايش في المنطقة، ومن خلال ذلك تريد أن تنقل تجربتها إلى العالم. وكما هو معروف أن البحرين تاريخيا لها تاريخ عريق في مجال التسامح والتعايش بين كافة الملل والنحل يمتد إلى آلاف السنين. نعم. وما كان لذلك أن يتأثر ويتجذر ويطلق للعالمية إلا من خلال رؤية جلالة الملك في هذا المجال، ومن ضمن أقواله يحفظه الله أن الجهل عدو بالسلام وأن العنصر البشري البحريني هو أساس بكل تقدم وتسامح وتعايش. نعم، من نيويورك سعادة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن علي، شكرا جزيلا لك.